السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات، أبنائي وبناتي. إن شاء الله هنواصل معكم أساسيات مادة الأحياء، أساسيات مادة الأحياء. دي الحلقة رقم 5، وهنبدأ معكم إن شاء الله حاجات في التصنيف. يعني كنت ناوي أبدأ في التصنيف، ولكن أنا عاوز بصراحة أبدأ في التكاثر في الإنسان، لأنه مكرر على تالتة ثانوي ومكرر على إعدادي. فإحنا بقدر الإمكان، طبعا معظم مدرسين إعدادي، في بعض مدرسين أو بعض طلبة بتحرجهم، فعايزين نشرح الجهازين إن شاء الله. نبدأ بأي جهاز النهاردة؟ مفيش مشكلة، نبدأ بالجهاز التناسلي. الجهاز التناسلي في الأنثى، ده طبعا بيجي في الثانوية العامة باستمرار، اللي ممكن يجي السنة دي في الذكر، وهنرسمه إن شاء الله إن لحقنا في الحلقة دي. ماشي، إن ما كانش هنلحق نبدأ في إيه في الحلقة الجاية إن شاء الله. الجهاز التناسلي فين؟ في الذكر. هنبدأ النهاردة في الأنثى، طبعا هنتكلم من الصورة الطبية مدعمة بالإيه التعليم أو بوزارة التربية والتعليم. يعني مفيش كلام قلة أدب ولا حاجة، بفضل من ربنا، وأشرحه دايما في المدارس وأشرحه دايما في المحاضرات، ومفيش مشكلة. بيبقى فيه قلق شوية، ولكن بعد ما بنفهم الحصة البنات والصبيان بيحبوا يرسموه، لأنه فعلا علم. هذا علم، مش كلام خارج، ولا إن هو يبقى فيه حياء، لأن مفيش حياء في العلم، والدين كله حياء. نبدأ بقى كده بالراحة. بداية الرسمة جزء كده، طبعا اللي احنا عارفينه من نص البطن، اللي يخش طب بقى ان شاء الله يشوف الكلام ده تشريحيا. هي المشكلة اللي يعني مفكر الجهاز التناسلي كذا وكذا، اللي هي المنطقة اللي تحت الخارجية بس. لا، الجهاز التناسلي بادئ من منتصف البطن بالظبط تشريحيا. يعني طالب او طالبة يدخلوا طب ان شاء الله، الكلام ده كله هيتشرح بالنسبة لكم وهتشوفوه. وربنا يعني ايه يعطي لكل طالب او طالبة امانية، لان كلية الطب ديت انا بعتبرها معلش من اهم واحسن الكليات. هل الكليات التانية وحشة؟ لا، انا قلت من اهم، لان احنا نشوف نفسنا فيها، مش عشان جهاز تناسلي بس. لا، كل عضلة وكل عظمة وكل جزء في دماغنا وفي المخ والانف والاذن. الأذن ديت اللي كانت مكررة في المناهج التعليمية، هي والعين طبعا الشالت دي، طبعا كنا بنجد ايه روعة في شرحها. يعني بنحب فعلا ايه شرح الحاجات الطبية، بتبقى جميلة ما شاء الله. نبدأ الرسمة يلا عشان الوقت. بصوا كده من منتصف البطن وهننزل كده تحت، خلاص. يبقى نبدأ كده هنا، وهنا هوت قناة فالوب. قناة فالوب، قناة فالوب بتنتهي بقمع، ها بصوا كده، في أهداب قمع قناة فالوب، أو أهداب قناة فالوب. يبقى قمع قناة فالوب عبارة عن إيه؟ بروز كده عامل زي الصواب، وبالمناسبة بيؤدي مهمة الأصابع زي ما نشوف الوقت. لأن يا جماعة عايزين نفهم، ما نرسمش بس. هنا في أهداب، أهداب أهداب جوه كده، والأهداب ده نشوف أهميتها الوقت. سبحان الله، حاجات بنشوفها وبتشاف فعلا تحت الايه الميكروسكوب، خلاص، وبتشاف في السونار. نشوف هذا الكلام، دي اسمها قناة فالوب. على اليسار قناة فالوب، خدوا بالكم انا بقول يسار في الرسمة بتاعتي، لكن هي المفروض ان هي دي ايه اليمين، لو انا ايه عكست الرسمة على جسم الانسان اهو. دي انا ساعات بشبهها للطلبة والطالبات عشان ايه يعني اخفف حدة الايه التوتر او الاحراج. دهيت بشبهها بالظبط زي الذراعين بتوعنا، ايدينا بالظبط. يعني لو حد يعني ركز في الرسم قوي يفكر ان انا برسم ايه بني ادم، ده إيه دراع وده دراع، دي الصوابع وده الصوابع، خلاص، ودي الحته اللي ايه اللي هتبدا منها الدماغ. لا،
الكلام ده الجهاز التناسلي في الانثى بابسط صوره وبالمناسبه عشان ما حدش يعلق اي تعليق، يعني يهمني المعنى والمفهوم وازاي ارسم. خلاص يبقى الوقت ده اسمها ايه؟ قناه فالوب من بره اهي، قناه فالوب. طب الزوائد دي مهمه جدا، هنشوفها الوقت وهي بتحرك البويضه، لان البويضه هتيجي هنا من الفتحه دي. خلاص يبقى نعتبر دي صوبانة ودي بطن ايدينا، هيخش منها البويضة كده. طب ازاي يا مستر؟ نشوف. خلاص ها بصوا كده، دي اربطة واربطة متينة، ربنا عامل اربطة قوية جدا جدا جدا. الاربطة دي بتنتهي بهذا الجزء اللي بنسميه المبيض، اللي مليان بويضات، مليان بويضات هنا، وبويضات يا جماعة متدرجة في الحجم والعمر. خلاص يبقى الوقت ده المبيض، لو انا اتكلمت صح وقصد ايدي اليمين هيبقى المبيض الايسر. يعني ممكن معلش يجيبها لي في الامتحان الرسمه يقول لي ده مبيض نقط ايسر ولا ايمن؟ طبعا اي حد هيبص قصد ايده اليمين تاخد صفر، لا ده مبيض، ومش هقول ايسر ولا ايمن بقى الا اذا طلبها مني، ده مبيض ايسر اقولها عشان بدل ما ترجعوا تفكروا ان فيها حاجه. يبقى في هنا ايه؟ مبيض ايسر، ما بتطلبش ان نكتب ايسر ولا ايمن. بس افرض عملها معايا في ثالثه ثانوي، استغرب بقى واقول ده قصد ايدي اليمين، لا افتكروا المرايه والعدسات، اللي قصد ايدي اليمين بيبقى ايه؟ يسار، معروف. خلاص لان لو مسكنا الورقه وعكسناها ها هتبقى فعلا هذا مبيض ايه؟ ايسر. خلاص زي الكليتين برضو، الجهاز الايه؟ البولي في جسم الانسان. تعالوا بقى هنا برضو اربطه، والاربطه دي لازم اقفلها. اقفلها ليه؟ عشان اعرفكم البويضه ما تخشش فيها، ان في بعض الناس بعد ما بيخلصوا ثانويه عامه مشتريه، انا بتكلم بحقائق بجد، في بعض الناس ما بيفهموش الرسمه وبتحرجوا، يقولوا ان جت ابقى اسيبها ايه يعني درجه ولا اتنين؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ نص درجه تفرق من كليه لكليه، يعني انا قاعد في اسوان وجت لي كليه المنصوره، طب المنصوره، واسوان مثلا الطب بتاعتها اعلى، يبقى انا خسرت. طب ما كنت اجيب الكليه بتاعتي وانا قاعد في بلدي. خلاص اهو بصوا كده، والعكس طبعا نفس الكلام على الكليات التانيه كلها. هذا المبيض التاني، المبيض التاني هسيبه مقفول اهو، يبقى ده بس اللي فتحته عشان ايه؟ اعرفكم ان في ايه؟ سلاسل من البويضات. كم بويضه في عمر الانثى؟ طبيا ما بتكلمش على التربيه والتعليم، 400 بويضه في حياه الانثى، والكلام ده مكرر علينا يا مستر لازم نعرفه. يبقى الوقت هنا عدد البويضات كام؟ 400 بويضه في حياه الانثى، في حياه الانثى. طب حياه الانثى بتبدا منين؟ هو ده السؤال المفروض نساله، بتبدا منين؟ هل من السنه الاولى؟ لا طبعا، ابتداء من، شوفوا الكلمه والكلام ده معلش انا اتحاسب عليه امام الله، ده كلام مدروس في كليه الطب، بنقول من 8 سنين ل 40 سنة أو 45 سنة، خلينا هم من 40 سنة 10 سنين ل 45 سنة بالتقريب أهو، أو 12 سنة. ما هو في بنات ها يحدث عندها البلوغ عند كام؟ 12 سنة. في بنت بتبلغ معلش يعني مثلا إيه، إحنا عندنا 6 سنين أولى ابتدائي، وهي في تانية ابتدائي بتبلغ 8 سنين. معلش انت بتتكلم بتهزر؟ لا ما بهزرش، ده كلام معروف ومعظم البنات عارفه هذا الكلام والامهات عارفين هذا الكلام. خلاص في البلوغ بيبدا ممكن من 8 من 10 من 12. المهم في حياه الانثى بالظبط. طب انت حسبت ازاي؟ احسبها لكم عادي. خلاص كم سنه؟ نشوف كم سنه. ليه؟ لان انا عندي السنه فيها 12 شهر، يبقى 12 شهر 12 شهر ادي سنه، يعني 12 بويضة. هو كل شهر بويضة؟ 12 في 5؟ لا مش في 5، 12 مثلا في 3، في 3 في 36، يعني 30 سنة ها هحط صفر اهو، يبقى 360، يبقى في حدود 30 سنة أو 40 سنة البويضات موجودة. بعد 45 خلاص. طب افرض هي بلغت 15 سنة، زود عليها ال 40 سنة أو 35 سنة،
يبقى ممكن ايه البويضات تتوقف عند 50 سنة. معلش كلام محسوب طبي، زي ما معروف البويضة بتبقى موجودة امتى، معلش ده كلام معروف وفي ناس عايشة حياتها على كده. معلش حبوب منع الحمل موجود في 3 ثانوي، في ناس ما تاخدوش خالص، مظبطة نفسها تظبيطة 100 100، وربنا لو اراد ان هو يكسر هذا الكلام يكسره عادي خلاص، دي كلها ارادة ربنا، بس ربنا علمنا الطب وعلمنا حاجات خلاص، يبقى لازم نعرف وباحتياط شديد وبحذر شديد. افرض الست صحتها مش كويسة ان هي تاخد حبوب، الحبوب لها مضرها لها بلاويها خلاص، هنقول كذا وربط كذا وما ربط كذا، ده موضوع تاني برضو، ولكن الاصح ان الامور تتظبط من جميع الجهات. خلينا في موضوعنا ده، اربطة قوية جدا، اربطة قوية جدا خلاص. يبقى دي قناة فالوب، قمع قناة فالوب، قمع قناة فالوب. ها نبدأ من هنا بقى كده، جزء كمثر الشكل. ها انا عاوز طالب او طالبة تقول معايا، يبقى ده الرحم، في الجدار بتاع الرحم، الجدار بتاع الرحم في الرحم نفسه خلاص. يبقى انا لو شورت من جوه كده يبقى ده الرحم، من بره كده جدار عضلات الرحم، لانه بيحدث له انقباض وانبساط عشان الجنين يخرج. ركزوا في الكلام. طيب بعد كده عنق الرحم وعضلات او جدار عضلات ايه الرحم، اهو ده عنق الرحم، عنق الرحم، وده جدار عضلات عنق الرحم، جدار عضلات عنق الرحم خلاص. نيجي هنا بقى الجزء الاخير اللي بنقول عليه ايه المهبل، ده الجزء الخارجي اللي باين من جسم الانثى، يبقى ده اسمه ايه المهبل، المهبل جزء مطاطي كده، ها ده اسمه المهبل، ثم الفتحة الايه الخارجي خلاص. يبقى الفتحة ايه الخارجي، فتحة تناسلية فقط خارجية، يعني الجهاز التناسلي خاص ببعضه كده، ملوش علاقة بفتحة البول، فتحة البول لها مجرى تاني، لكن الذكر فتحة البول والفتحة التناسلية الاتنين في مجرى واحد خلاص، ولذلك لينا كلام فيها لما نيجي نتكلم على الايه الجهاز التناسلي فين في الذكر. يبقى دي المكونات، دي المكونات، ده التركيبه، دي التركيبه. قناه فالوب نظامها ايه، ايه هي وظيفتها، التقاط البويضه الناضجه. همثل لكم تمثيل صغير جدا ولا حرج، زي ما قلنا في العلم والدين، والدين كله احترام وادب، ده علم احنا بنقول عشان كلنا نستفيد. البويضات ديت مترصة حسب عمرها، فشيء طبيعي بسيط، كلمة بسيطة جدا، البنت في بيت في 5 بنات، البنت اللي عليها الدور في الزواج طبعا المفروض تكون الكبيرة، مفروض في الغالب عشان النفسيات وعشان وعشان وعشان، يبقى الكبيرة اللي عليها الدور ممكن تستعد، ممكن تستعد الخبر خطوبتها مش هيبقى مفاجئ لها خلاص، لكن البنت الصغيرة يبقى غير معتاد ان انا هقول لها ده جاي لك عريس وقدامها 3 4 اخوات. يبقى البويضة اللي عليها الدور، شوفوا اللفظ اللي هقوله، بيرق الجزء اللي قصادها، تاني بيرق الجزء اللي قصادها، وتبرز هذه البويضة، ركز ها، يبقى المبيض ده اهو عشان نعرف بس بتطلع البويضة ازاي، بيرق هذا الجزء تماما تماما تماما، ثم يلتقطه قمع فالوب الصوابع خلاص. يبقى الصوابع بتلتقطه، يعني ايه بتلتقطه، بتسحبها، لان في علامات واشارات ان في بويضه هنا خلاص عليها الدور اللي هتطلع، لان لها موعد يا جماعه، كل شهر واحده من هنا والشهر اللي بعديه واحده من هنا، نظام الهي، نظام الهي خلاص. الجزء ده رق خالص 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 خالص، قمع قناه فالوب بيلتقطه، ثم يبدا في التحرك والتدحرج، البويضة بتبدأ تتحرك وتتدحرك. في روايتين يا جماعة عشان الكلام ده مش عايزين فيه خلافات، يقال ان ساعات احيانا بتنتظر هنا، احيانا بتنزل بتلتصق في جدار الرحم،
أيهما، مش عايزين نختلف، لأن أنا بتكلم كلام علمي وطبي، مكتوبة في الكتاب كذا، نمسك الكتاب ونقول الكذا اللي فيه خلاص، مش عايز أقول أي كلمة تزعل حد، مش عايزين نربط البتاع زي ما صاحبه عاوز، خلاص نشوف الكتاب مكتوب فيه إيه، إن هي بتنتظر اليومين في قناة فالوب ولا في الرحم، ونشتغل على الكلام اللي موجود في الكتاب والطبعة الجديدة كمان، لكن ممكن يبقى في اختلاف توقع كل حاجة. ما بقولش كده برضو عشان أضايق ناس من اللي شرحاها ومثبتها في دماغها ومحفوظة من كتاب المدرسة ومحفوظة من الملخص. أنا قلت إيه دلوقتي؟ البويضة أهم حاجة وصلت بالسلامة لقناة فالوب. هنا الشعيرات ديت، الأهداب دي موجودة بقدرة إلهية علشان تحرك هذه الايه البويضة. وبقول تاني اهو، مش عايزين اختلاف عليها، نأخذ المعلومة من مصدرها الشرعي اللي عندنا في الكتاب. قال لي بتنتظر في قناة فالوبة، ثبتها في دماغي. قال لي بتنتظر اليومين في الرحم لغاية ما الحيوان المنوي يجي لها، اثبتها في دماغي، لان الحيوان المنوي ممكن ما يجيش. معلش، المرأة متزوجة بس زوجها مسافر، معلش، يبقى مفيش حيوانات منوية جاية هنا، مفيش حاجة داخلة هنا، خلاص يبقى هتنزل في صورة طمس زي ما احنا عارفين، سواء بقى انتظرت هنا هنا مش مشكلة، خلاص ما نختلفش في حاجة ملهاش لازمة. المهم البويضة دخلت عند الأهداب بتحركها خلاص، وبتنتظر يومين سواء في جدران الرحم، وقلنا المرجعية بتاعتنا كتاب المدرسة، ملناش دعوة بالطب ولا الكلام اللي مستر مصطفى قاله، لأن أنا عاملكوا الاختيارين، قلت لكم بصوا في كتاب الطبعة الجديدة. البويضة بتنتظر فين؟ في قناة فالوب أهلا وسهلا، بتنتظر في جدار الرحم أهلا وسهلا، خلاص عشان ما يحصلش إيه اختلاف، عشان الكلام ما يتفهمش غلط، لأن مشكلتنا حاليا إن إحنا بنسمع عشان نرد مش عشان نستفيد، خلاص. يبقى الوقت هنا البويضة هتنتظر هنا أو هنا لغاية قدوم الحيوان المنوي بالسلامة. ما جاش، إذن بويضة أصبحت. خلي البويضة بقى هنا خصبت، خلينا في خصبت الأول. إيه اللي بيحصل؟ بيتم غلق الأماكن، كل مكان ممكن يجي فيه شبهة إن حاجة تانية توصل، دي بتقفل من هنا وبتقفل من هنا ومن هنا، وبيبقى الجدار بتاع عضلات الرحم خلاص في بيتكون هنا أغشية دموية كثيرة، إن هو استقبال البويضة المخصبة خلاص، اللي هتفضل إيه بقى تتدلع كده لغاية آخر شهر 9، يعني يقعد 9 أشهر بمعنى أصح، بتمر بمراحل انقسامات متتالية لغاية ما بتوصل إيه للجنين، شهر بالظبط أو 9 شهور بالظبط، بنعدي عليها يومين 3 أو 10 أيام بالكتير، وإلا سيتم خروجه عاجلا أو آجلا بعد أسبوع أو 10 أيام. بعد كده